بسم الله الرحمن الرحيم. أحبتي في الله، هذا السؤال وردني حول سرعة الضوء. هل يمكن للإنسان أن يسير بسرعة أعلى من سرعة الضوء؟ وبالنسبة لحادثة أو معجزة الإسراء والمعراج، هل يمكن أن يكون لدينا تفسير علمي لهذه الحادثة الشريفة؟ طبعا أيها الأحبة، منذ 20 أو 30 سنة بدأ العلماء يشعرون أنه لابد أن تكون هناك سرعات أعلى من سرعة الضوء، لأن المعادلات الكونية حقيقة والمسافات الهائلة في الكون، يعني طبيعة تركيب الكون، الأبعاد الهائلة، مليارات السنوات الضوئية من المسافات، يعني من غير المعقول أن السرعة الكونية الثابتة هي فقط سرعة الضوء، لابد أن يكون هناك سرعات أعلى. طبعا أنا اليوم أيها الأحبة، لكي أجيب عن هذا السؤال، أنا لدي دراسة يعني منشورة مؤخرا عام 2021 في الشهر الثالث آذار مارس، حيث أعلن أحد علماء الفيزياء الألمان في دراسة جديدة أنه وجد طريقة نظرية من الناحية النظرية مقبولة للسفر بسرعة أكبر بكثير من سرعة الضوء، وهذا الأمر سيسمح للبشر في المستقبل إذا امتلكوا التكنولوجيا المناسبة أن يسيروا بسرعات هائلة لا تصدق. طبعا أيها الأحبة، هذه الفرضية التي وضعها العالم الألماني إيريك لينتس ترتكز على جزيء نظري جديد، حيث يقول هناك موجات مدمجة فائقة السرعة لا تتخامد مهما امتدت المسافات. هذه الموجات يمكن أن تسافر بأي سرعة مع الالتزام بقوانين الفيزياء أو القوانين الكونية. طبعا هو يعني وضع مثل جسيمات أو جزيئات اسمها السوليتونات، يقول هذه الجسيمات موجودة وتنتقل بسرعة أكبر من سرعة الضوء، وتخلق بلازما موصلة ومجالات كهرومغناطيسية عادية يعني يمكن قياسها، ولكن للوصول إلى هذه السرعة فإن هناك يعني أو يلزمنا كمية هائلة من الطاقة حاليا لا يمكن الحصول عليها، ولكن من الناحية النظرية هناك لو تم الحصول على هذه الكمية من الطاقة هناك إمكانية للسفر بسرعة أعلى من سرعة الضوء بكثير. طبعا أيها الأحبة، هذا العالم يقول يمكن للبشر أن يركزوا على البحث عن تكنولوجيا متطورة يستطيع من خلالها توليد الطاقة الهائلة اللازمة للسفر عبر الزمن أو السفر بسرعة أعلى من الضوء، ويعتبر أن التكنولوجيا الحالية لا زالت متخلفة جدا، هو يعتبر ذلك. يقول هذا الباحث إذا أطلقنا صاروخ الآن من الأرض بأحدث التكنولوجيا المتوفرة حتى يصل إلى أقرب نجم بالنسبة لنا بالنسبة للمجموعة الشمسية، طبعا هناك نجم قريب جدا نعتبره يبعد بحدود 4.5 سنة ضوئية، وهو قريب جدا، يعني هذا أقرب نجم إلى الشمس. هل تعلمون كم سيستغرق هذا الصاروخ حتى يصل، مع العلم أننا سنطلقه أعلى سرعة ممكنة أو متوفرة أو متاحة حاليا، سيستغرق 6300 سنة حتى يصل إلى أقرب نجم، يبعد عنا فقط بحدود 4.5 سنوات فقط. تخيلوا هذا الصاروخ لو أردنا أن نطلقه ليبلغ مثلا نجما على بعد 100,000 سنة ضوئية، وهذا داخل مجرتنا على فكرة، أو على بعد 1,000,000 سنة ضوئية خارج مجرتنا، أو على بعد 1,000,000,000 سنة ضوئية. تصوروا كم سيحتاج من الوقت والزمن
يحتاج إلى مليارات ومليارات من السنوات، ولن يعني تطول أعمارنا حتى نصل إلى حتى أقرب نجم. يعني تصوروا 6300 سنة حتى تصل إلى أقرب نجم. لذلك هنا أستحضر معكم آية عظيمة أيها الأحبة. الله تعالى يقول: يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان. يعني أقطار السماوات أيها الأحبة، لو اعتبرنا السماء عبارة عن لها أقطار من حافتها إلى حافتها، الشيء المرئي بالنسبة لنا أبعد نجم مرئي يبعد بحدود 13 مليار سنة ضوئية. تصوروا إذا كان الصاروخ الذي سينطلق بسرعة هائلة سيصل إلى نجم يبعد 4 سنوات ضوئية تقريبا، 4 سنوات، سيستغرق 6300 عام. ما بالكم إذا أردنا أن نطلق هذا الصاروخ إلى نجم يبعد أو مجرة تبعد 13 مليار سنة ضوئية. إذن أيها البشر أيها الجن، أنتم عاجزون تماما عن الوصول حتى لأقرب نجم لكم، لأن الإنسان مهما عاش لن يعيش 6300 سنة، قد يعيش 100 سنة أو 150 على الأكثر، ولكن لن يعيش 6300 سنة حتى يتمكن من الوصول إلى هذا النجم، وهو أقرب نجم بالنسبة لنا. لذلك أيها الأحبة، بالنسبة لموضوع الإسراء والمعراج، حقيقة نحن نعتقد أن النبي عليه الصلاة والسلام عرج به إلى السماء، وهذا الأمر ضروري أنكره بعض المسلمين للأسف. يعني الملحد عندما ينكر طبيعي، أما أن تجد مسلما ينكر هذا الحدث يعني هذا غريب. هذه الرحلة الكونية التي أخذ الله من خلالها حبيبه عليه الصلاة والسلام إلى السماء السابعة رحلة ضرورية أيها الأحبة. لماذا؟ لأنه سيحمل هذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام سيحمل أعظم رسالة على الإطلاق. هذا النبي ستكون رسالته عالمية: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. وهو رسول للجن أيضا، رسول للإنس ورسول للجن إلى قيام الساعة، لا نبي بعده. وهذا النبي الخاتم ختم الله به الرسالات جميعا. لذلك هذا النبي يجب أن يتحمل يعني أعباء هذه الأمة، أعباء الدعوة إلى الله، لأنه إذا لا قدر الله مثلا فشلت هذه الدعوة أو انتهت لا يوجد نبي بعده، ستغرق البشرية في ظلام. ولذلك لابد من تهيئة هذا النبي الكريم. لماذا؟ لهذه المسيرة الدعوية الرائعة التي جاء بها، والتي يعني كان من الضروري أن يرى الكون، يرى آيات الله الكبرى ليثبت على الحق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعامل مع الجاهليين، مع المشركين، مع المنافقين، مع اليهود والنصارى. اليهود أشد مكرا به كانوا، كان يتعامل مع عباد الأصنام، كان يتعامل مع أناس من أشر الناس مثل أبي لهب وغيره. كل هؤلاء النبي عليه الصلاة والسلام يجب أن يثبته الله على الإيمان، يثبت قلبه، كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. فهذه الحادثة أيها الأحبة الإسراء والمعراج ضرورية جدا، تهيئة. يعني نحن نعلم اليوم عندما يريد الناس أن يسلموا مثلا ملكا أو رئيسا أو يهيئوا ملكا للحكم مثلا، يرسلوه في رحلات إلى بلدان متنوعة ليكسب ثقافة ويرى وكذا وكذا ويتدرب. طب هذا نبي كريم، يعني يجب أن يكون هناك إسراء ومعراج، يجب أن يكون كتهيئة لهذا النبي. وهذه الحادثة إثبات على صدق رسالة الإسلام وصدق هذا النبي عليه الصلاة والسلام. نسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بهذه المعلومات، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.